الاحتفال عموما في العالم كله بيوم القلب العالمي، احنا استغلينا الفرصة دي بالاشتراك مع الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث القلب ولأبحاث وأمراض القلب، ان احنا نعمل نواة لندوات مستقبلية ان شاء الله بيبقى فيها معلومات وإثراء للفكر الطبي عموما عند أعضاء النادي. كان في ورشة عمل اتعملت لبعض اللي بيعملوا بالمنظومة الطبية في النادي، يتمرنوا على الإسعاف القلب السريع لو قدر الله حد حصل له أي حاجة مفاجأة. كان في تدريب لبعض برضو أعضاء الفرق الرياضية الناحية الطبية، يعني كان في كشف على الأعضاء ورسم قلب ليهم وتحاليل للي راغب من أعضاء النادي. احنا النهاردة كأعضاء في الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث القلب كنا عاملين awareness session عن قلب الرياضيين وتغذية الرياضيين بالتعاون مع الجمعية والنادي الأهلي، فكان يوم هايل جدا لأنه احنا بيهمنا زي ما ذكرنا في الندوة احنا بنتكلم ان الناس تبقى عارفة الرياضيين ازاي يعملوا lifestyle صحيح، يأكلوا ولادهم، ده عشان تخصصي يعني تغذية الرياضيين، ازاي ولادهم يأكلوهم بشكل صحيح، ازاي حتى نتجنب الأمراض والرياضي يقدر يجيب أحسن outcome يقدر يعملها. اليوم النهاردة كان يوم جميل قوي لأن النادي الأهلي بالنسبة لي هو رمز الصمود والتحدي ورمز النجاح في بلدي. ابتدى اليوم النهاردة بتدريب على إنعاش القلب الرئوي، كان تدريب لأعضاء الفرق الطبية بفروع النادي المتعددة ما بين الأطباء والأطباء النهاردة الفرق الرياضية، أطباء العظام وأطباء العلاج الطبيعي، عقبوا تدريب لأعضاء النادي. في نفس الوقت كان بالتدريب كان عندنا كشف طبي لأمراض القلب في النادي، ثم أعقبوا الساعة 4 عملنا ندوة مع أعضاء النادي، وكانت المفاجأة بالنسبة لنا الجميلة النهاردة رغم ظروف الماتش الكورة وكده التواجد والحضور والأسئلة القيمة من أعضاء النادي. فطبعا النادي الأهلي هو رمز بالنسبة لنا، رمز النجاح وكل حاجة حلوة في بلدنا يعني النادي الأهلي. عملنا النهاردة كان يوم فعلا awareness program حقيقي على الأرض. الندوة كانت تكملة لهذا اليوم الطويل المفعم الثري بهذه التفاصيل. وحقيقة أنا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وبشكر الأستاذ الدكتور محمد شوقي والعميد أحمد النحاس النهاردة مدير فرع التجمع لاستضافتهم لهذا اليوم، وأن هو يخرج بهذا الشكل الذي يليق بكيان كبير قوي زي النادي الأهلي ويليق بجمعية علمية دولية الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب. الفكرة كلها نبعت من أن احنا كان لنا دور مجتمعي بجانب دورنا كأطباء قلب، أن احنا لازم ننشر فكرة الوعي، فكرة الوقاية خير من العلاج زي ما بيقولوا، فلازم الأعضاء يكونوا عارفين كويس أن هم ازاي هيتجنبوا ده، وناخد النادي الأهلي كنواة بعد كده لأندية مصر. النادي الأهلي بالنسبة لنا هو قدوة، يمكن أنا من أنا صغير أهلاوي فأنا حابب أن أنا أكون هنا في النادي الأهلي عشان نبدأ من هنا نوعي الناس. هي دي بس كانت البداية، بعد كده بقى بدأنا طول اليوم نكشف على الأعضاء، بعد كده عملنا ندوة توعية. ندوة زي ما حضرتك شفتي بقى كان الحضور جم، قدرنا نفيدهم قدر الإمكان، وأنا شفت أن الأعضاء الحمد لله كانوا مبسوطين جدا، ونتمنى باقي الأندية بقى يكون النادي الأهلي قدوة بالنسبة لها، بحيث أن احنا إن شاء الله نقدر ننتشر في كل أندية مصر عشان بإذن الله نقدر نوعي الناس قدر الإمكان. أنا سعيد أن أنا كطبيب قلب موجود في يوم القلب العالمي في نادي القرن النادي الأهلي، اللي هو يعني بنقدم خدمة مجتمعية وخدمة توعية لأمراض لكل كافة المجتمع لأمراض القلب ومن ناحية القلب الرياضي.